علاش تعمل فيه شيء هذا؟ خاطر نحس اللي بالحق وقتها القرايه ما هيش العباد اللي تقرا ما يشلاقي راحتها، تحسهم مظلوم في القرايه، الحاجه اللي تقرا فيهم تحسهم ما عندهم ما ينفعوك حتى نهار اخر براتيكمون. مثلا انا واحد من الناس اقرا في اللغه العربيه ملي انا صغير، لقيت روحي نلقى فاكولتي اسمي ما عادش تنجم تكتب بالعربيه معناها. عسلامة ناس كل، معكم فاروق ماجري بحذية توا محمد أمين بحيرة. هذا فورما جديد من الكونتوني اللي خارج من الميديا لابس، اللي هو بروجي تابع تلفزيون فاونديشن، اللي قاعد يخدم على الكريسيون دو كونتوني. العباد اللي تحب تخدم كونتوني تجي تلقى التأطير، تلقى المساعدة، تلقى ماتريال زادة، دونك نخدمو كونتوني وبعد نعملو ديستريبيسيون تاعو. الفورما هذايا مش تكون طويلة شوية، الحقيقه ما نحبش نخدم كونتوني قصير، ماذا بيا الفورمات طويله كيما لي بودكاست ولا الفيديو اللي على اليوتيوب ولا على الفيسبوك الطويل، خاطر نحب ناخذ راحتي في الكلام، خاصه مع العباد اللي نجي تحكي معنا في البودكاست هذا اللي هو اسمه البيرو بودكاست. علاش اسمه البيرو حسب رايك بحيره؟ نورمالمون على خاطر اللي باش يكونوا حاضرين في البودكاست هذه هما لي بيرو ناسيونال تاع توني فيزيون فونديشن. نو كيك 50% كيك 50% خذنا سجلوا فيه في البيرو، دونك البيرو هذا فما مش بس تكون كاري برشا الحقيقه، خاطر بحيره للعباد اللي من تلفزيون فونديشن اللي مونبر نتاعنا معناها يعرفوك شنو البوست نتاعك، كونسي دو بريزيدون اي اسيستون دو ديريكسيون. باهي، مي هنا خويا مش نكونوا على راحتنا اكثر، اليز اكثر نجمو نحكيو في حاجات ما تخصش لاسوسياتيف، نجمو نحكيو في حياتك الخاصه، في حياتي الخاصه الى اخره. دونك علاش اسمو البيرو؟ خاطر قاعدين نسجلوا فيه في البيرو هذا، البيرو اللي برشا فينا عاشوا فيه برشا حاجات، دونك فما نوستالجي للبلاصه هذيا، دونك هذاك علاش نسجلوا لنا والبودكاست اسمو البيرو. باه من غير ما نزيدو نطولوا اكثر، بودكاست هذا ساعه نجمو تسمعوه على سبوتيفاي ولا على ساوند كلاود، كان تحب تسمعه وانت قاعد تقرا ولا تخدم ولا تعمل في اي حاجه اخرى، سينو تنجم تفرج فيها على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. باه دونك بحذايا بحيره كما اخونا بكري، دونك بحيره عارف انا بروحك شكون امين محمد امين بحيره؟ باه محمد امين بحيره، عمري 22 سنه، مسك عمري 22 سنه، تويك كونسيي دو بريزيدون اي اسيستون دو ديريكسيون توني فيزيون فونديشن. وما غير ما نحكيو على الباركور اللي عديتو بيان سور، انت محضر دي كيسيون باش تخلي الناس الكل تعرف الباركور اللي عديتو بالرغم اللي انا في العمر الصغير هذا كل كيفاش وصلت للبوست لامبورتونت اللي عندها فالور كبيره برشا في توني فيزيون فونديشن، وبيان سور حاضر حاجات نحكيو في الديتاي الكل كور. باهي دونك الحقيقه بحيره مي لهنا ما نحبش نحكي توني فيزيون برشا، خاطر ينجم يكون عبد يسمع فينا ولا يتفرج فينا ماهوش في توني فيزيون، دونك ما يعرفش احنا شنو قاعدين نخدموا، دونك ماذا بين نتعرف عليك انت اكثر. نحب نعرف بحيره قبل، بحيره صغير معناها مش بحيره نتاع 22 سنه توا، دونك كان تحكينا على طفولتك، كيفاش عشتها، الصغر نتاعك كيفاش تعدى معناها. فهمتك. باه دونك نبداك من صغير حتى الوقت هذا. ابدا من انت صغير حتى الليسي، خلينا نقول باه حتى الليسي. باه اون فيت انا كيما برشا ناس ما يعرفونيش قبل، كنت في المدرسه كطفل العاقل، عرفت نتاع ديما من الدار للقرايه ايتود، وما نخرجش من الدار جبنا ساعات كتقاي نلعب مع ولاد حومتي كل، كنت عاقل على الاخر على الاخر، وانا صغير حد يحط القرايه حد عرفت كان نوع ديما هبط راسه اللوت من با يحكي مع العباد، تحسني متوحد، حسيت كعاقل على الاخر على الاخر، حدك حد روحك معناها ما تدور بحد اكثر من حد يحد روحي من غادي معناها، عرفت كي عندك صاحبك يقرا معاك تعدي معاه 6 سنين والباقي سلام صحه صحه طوف الحكايه غاديك. اون فيت من بعد عرفت كي توصل للزيام كبديت وقت مراهقه كلك تبدا تحس في روحك بديت تكبر شوي وكل تحب تخرج قبل المراهقه، مازال نحكيو على طفل صغير معناها مدرسه ديما خاطر محصورين احنا في المدرسه، في الزيام ديجا عندي شلاغه معناها بديت فهمت صوتي خشي صوتي ديجا هكا من مس الزيام كبر هاي مس الزيام ديجا بديت نكبر فهمت، اللي تحب تخرج من القوقعه اللي انت فيها وتحب تظهر كما كوا كبير وكلك في الزمن تفكر الوقت اللي بديت نعم فيه شويه مشاكل هكا، بديت نتلكش على العباد، بديت ندخل في سياق اخر وقت تعرف وقت مراهقه ثم باش تهرب. علاش ديما يصير شونجمون، ديما اي شونجمون يصير بلوتو عنده سبب،
دونك شنو اللي يخليك اللي كنت عاقل حدك حد روحك ما دور بحد عندك اهم حاجه في حياتك كل قرايه وقتها تحب تجيب معادل باهي تحب تجيب شهاده امتياز وتحب تفرح الدار وتلعب شويه في الحومه مع الاولاد دونك علاش شفت انه السيل دو في هذاك ما عادش تحب تعيشه شنو وين القلق معناها باه اون فيت حكيت لك وقت اللي كنت صغير بالقديم في المدرسه نتاع اكاديمي حدي حد روحي وبيان سور ثمك تفلك المتنمرك البليد عرفت في كل كلاس في كل مدرسه ثمك الجماعه المتنمرين كل بلود فقام دوبل برشا اكبر منك اكاديمي تقني مروح كليت لكش علي عرفت كليت منك علي يضربوني كل الفاس هذوك من كل عرفت وكبديت ننقم بديت نحس هكا في الدنيا بديت نحل عناية على الدنيا بالكدا ونقول له ريالمون في الكوليج في الكوليج كي طلعت عرفت نتاع نخزر في تحومتي الكبار كيفاش هكا كل واحد يسف صدره في الكوليج وهو بكلمته هو اللي يعمله اللي يحب عليه يسير شفتو كي دول معنا اي عرفت كي عندي انا كان اللي دول الكبير هو العبد ذاك اللي تلقاه معاه 8 سنين في الكوليج وتعرف اكبر منك ما عرفش بستسنين يفوتك في العمر ولا حاجه تلقاه هو كلمته هي اللي تمشي في كل شيء بديت نتقوى شوي قلت علاش ما نكونش كيف هذاك كيف هذاك نعمل هكا ونعمل هكا وليت نعمل في برشا مشاكل ولت عندي كالفازك العبيد اللي عملوا لي برشا حاجة تخاوي في مدرسة وديت وحدي وحدي نقى كيفاش نقى هكا فازة باش ندخل نعمل شوية مشاكل معهم وكل وكا بشوية بشوية وليت صحاب مع المتنمرين اي وليت انا هو المتنمر كالبليد عرفت وليت انا كالبليد ونتفكر عرفت في الستيام كان ديما كل سمم لوكي متاع احنا كنا 11 كلاس في الستيام ولا 12 كلاس حاجة كما هكا كنت عرفتك الليدرشيب بدت من غاديك هي ديجا بدت الليدرشيب في اللحظه هذيك كنت انا وشويه ثله صغيره من صحابي كنهز رواحنا كلاسات الكل ولاد الكل نتاع كلاسات الكل 11 كلاس نمشيو كلاج الاخر ما بعدش علينا برشا قراب 200 متر 300 متر كنهزوا 11 كلاس للكلاج الاخر ونقول لهم شكون فيكم هكايا مضاربي هكا ويحب يعمل مشاكل الكل يجي يعاركنا فهمت عملتوا جانج معنا اي تاع 11 كلاس تاع نحكيو على 300 بيرسون عرفت نتاع نمشي الكوليج اخر نعملوا مشاكل فهمت والمشكله مش لك بدا اسمي عرفتها نتاع بحيره سايب عليك معناها ثمك العباد تخاف مني خاطر انا برشا مشاكل وكل وفي الوقت هذاك في الستيام كنت معناها ديت حاجه اللي هي في السبور او مره باش نلعب في حياتي سبور وكل اللي هي الركبي اللي كان قبل ما نتعدوا للسبور ما ما نحبوش نعطيو اكزامبل خايب للعباد التنمر وال لا لا كل حاجه المشاكل في حاجه في بلاصتها معناها مش حاجه لاثبات الذات ترى زاد عشت نفس البريسك مش نفس الاكسبيريونس مي اكيد كل واحد فينا معناها فما بولي هكا في المدرسه نتاعه ولا عبد متنمر اللي عمل له شويه مشاكل يكرهه تو معناها كل واحد فيكم جاي عبد في مخه هكا من صغره للحق انا يعرفوني العباد اللي قريت معايا قبل ما نظلمش العباد انا ما نظلمش انا عم برشا مشاكل هي المشكله هو كي انت وتولي ما تظلمش تكون عبد عاقل دونك شوفوك لان ما نظلمش اما نعمل مشاكل جوست وقت اللي نشوف او كيفاش من الاخر كنشوف عبد تظلم ما لقاش كيفاش يراجع حقه نمشي انا ناخذ حقه فهمت نتاع العبد تحسني كزورو نتاع وربحت برشا محبه مع عباد وقتها ربحت المحبه نتاع العباد اني خاطر قبل في الكوليج كنت عندنا نتاع الاخت حومه نتاع هذا من حومه كذا وهذا حومه كذا وانا ود الحومه نتاع اللي فيها الكوليج نتاع طرق اللحوم الاخرين كي يجيو غاديك نتاع يتظلموا ياكلوا برشا ضرب وكل تقاني انا العبد اللي دافع عليه ما تحبش مشاكل ما تحبش شكون يظلم عبد اخر هو ذاك جابها مع كيما نقولوا اقوى من هذاك انا نتدخل وباللي يكون لحومتي ولا صاحبي ولا اكبر مني ولا اي حاجه انا نمشي نضربه وندافع فهمت للي ولا ثم خوف من عند العباد باسمي انا نتاع سايب علينا وكهو عرفت اون باغالي نخليه هذيك على جنب نحكيو توا على سبور شويه توا مش نحاولوا معناها كنا نحكيو توا على قرايه على خلينا نقولوا خليني انا علاش ناديت لك بحيره خاطر نشوفك اكزامبل لبرشا عباد في برشا هم في تونس في برشا ولايات خاطر برسمي برشا منا نفس الحكايه ديما تلقاها تتعاود في كل حومه في كل ليسي وفي كل كوليج ديما تلقى تنجم تقول ستيريوتيب نتاع عبد قلت حومه شعبيه عاش في انفيرونمون متواضع شويه قرا مع عباد متواضعين يشبهولو دونك مش تلقى نفس المشاكل اللي تشاركوها الناس الكل دونك هذاك علاش هذاك علاش انت بحذانا اليوم خاطرك تمثل برشا من تونس برشا حاجات وجبتك على برشا حاجات اي عندك اكسبيريونس كبيره الاكسبيريونس مش بالعمر معناها انت بكري قلت لي 22 مش غير الاكسبيريونس بالحاجات بالتجارب اللي عشتها دونك بعد البريود نتاع الكوليج
دخلنا للسبور تو. انت عشت برشا ساعة مراحل في حياتك. هي اون باغاليل. بهما ما برشا حاجات اون باغاليل. في ستيم هنا كما قلت لك بديت مع المشاكل. نتفكر وقتها مروح من الدار وعندي ولد حومتي اسمه محمد، محمد جبري، تحياتي ليه. قال لي بحير علاش ما تدخلش معايا في الركبي، والركبي راهو باهي وكذا 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 وفيه جو وفيه هكا، معناها في حاجه محلاها. قلت فازي. لا قلت له من الحق لا ما سايب عليا ونخاف، مش نخاف نتاع سايب عليا من الاخر، مانيش انت اللي سايب السبور. مشيت الحق اول مره كنت تفكر عفت الكولاجات الكل كان نمشي ونترينو، لكن ما عرفش الكومبيتيشن عملت غرام وهي ما يعنيت عرفت واحد يجيب واحد. كنا برشا عرفت 100 عبد ولا 150 عبد من العمر نتاعي انا، وهكا كل اللي علموا فينا في الريغلومون والدنيا والامور هذيك الكل. الحق من الاول ما عجبتنيش، اول 3-4 سيونس ما عجبونيش. بعد بشوي بشوي بدات تعجب فيا هكا الحكايه، بدات تعجب فيا كسبور كريغلومون كالحاجات اللي في وسطها والعباد سورتو هي خلتني انتريسي بها سبور. العباد اللي عرفتهم، اصحاب اللي عرفتهم والاخوات اللي عرفتهم، على خاطر عرفت تلقى عباد انه يغير عليك ويخاف عليك ويضرب عليك كسوا في وسط السبور نتاعك ولا برا من التيران. بنيت علاقات. اي بنيت علاقات، بنيت اخوات من برشا بلايص، من برشا حم، من برشا بلايص، اللي خلتني بالحق نكون انتريسي بالسبور هذاك، واللي وريتك البلاصه اللي نمشي فيها بنشوف اصحابي ونشوف اخواتي ونشوف العباد اللي نما بها وتم بيا واللي عندي فما ثقه وهم عندهم فيا ثقه. دونك وليت انت اللي سي برشا بسبور هذاك، وليت نخزله بحلمه كبيره برشا وفيوتشر بعيد ونخزل روحي حاجه في الانترناسيونال وكل، وتنحكيوا عليها من بعد ووصلت علاش قسيت وكل. به مع اني في 3 سنين كوليج اباني في سبور اباني عملت مشاكل وكل، الحق عشت في عائله متواضعه برشا برشا برشا. نتفكر روحي وقتها في كي دخل الستيام وقتها مازال كوفي العيد الصغير، وقتها نتفكر مازال كوفي العيد الصغير وكل لابسين لبسه جديده عرفت، ابار لبس لبسه جديده نتاع المدى نتاع الكوليج عنده لبسه العيد. انا وقتها في لبسه العيد بالحق نفكرها نتاع الله غالب ظروف الدار خايبه على الاخر نتاع نلقى روحي داخل الكوليج لبس كرابون، فهمت؟ لبس كرابون معها جين وتتحس خاصه في عمر صغير معناها مريول مخوم الفريب ب 2000 فرانك فيه جمج ما عرفت نتاع انا شو في حاجه مش نورمال. وبعد شو نلقى في العباد تلبس في لبسه ديفرونت على اللبسه اللي قاعده نلبس فيها انا، شوف عباد تصرف في فلوس على الماكله، ما حكايه فارغه ما حكايه فلوس على الماكله كل يوم وقت اللي ما نجمش نصرف عرفت. كانت تغيظني على الاخر كي كيما يعبد في الكوليج نتاع نحب ناخذ واحده فريكاسي مع نص نهار، نحب ناخذ واحده قطانيه، نحب ناخذ نعرف شويه كاكي وكل. وكانت الظروف في الدار ما تسمحش انه حتى 100 فرنك تنجم تصرفها في النهار عرفت، بالحق ظروف خايبه على الاخر، بابا مازال خذا قرض وقتها وكل. وكلي مش جوست نحب نعيش كالعباد، جوست هات نعيش، وانا ما كنتش نجم نعيش حتى تعمل حاجات اللي تشوف العباد بيعملوا جوست نعيش، هات نلبس لبسه عاديه، نلبس جوست نلبس، وهات جوست ناكل، ما حاشيش ماكله مش نورمال ولا لبس لبسه مش نورمال، فهمت؟ وانا مراهق وقتها وصغير ما نعرفش معنى السيح من الغالط وما نعرف حد شيء، فهمت؟ غير ما نغطسوا في ال 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 ما نعرف حد شيء، غير ما نغطسوا في الداي ما نحبش نقولهم توا ديجا. اما بديت نتعلم نجيب فلوس طرق اخرى، فوالا هذا هو اللي حاشنا بيه. تعلمت تجاوز المشاكل، تعلمت تجيب فلوس من طرق اخرى. وقت القرايه نجيب فلوس طرق، في السيف عدات 3 شهور نخدم في الثانيه، فهمت؟ ثانيه مرمى وكان هارك ب 10,000 12,000 وكل عام ماشي ويزيد، المهم تنطر، فهمت؟ نطر مصروفي معناها نتاع اللي باش نعيش به العام اللي بعد، وكان دبره في السيف 3 شهور دبرش مليون مليون و100 حاجه هكايا، وكان عيش به العام اللي بعد وانا نقرا ويتيام وانا نقرا نيفيام. دونك تعلمت نعمل على روحي في فلوس وفي خدمه ملي انا عمري 12 13 سنه، فهمت؟ اللي هي سكيل مهمه برشا، اللي هي حاجه امبورطونت على الاخر باش تعلمك اللي ما تنجمش تقف باللي يكون عندك ظروف خايبين في العائله، ما عندك سورس نتاع فلوس، راك باللي يكون راك باش تخلق السورس نتاع الفلوس. اللي هي ديجا نشجعوا برشا عباد انهم يجربوا يخدموا معناها من عمر صغير حتى كان ظروفكم باهيه، حتى مش جرب اخدم، جرب عمل على روحك، جرب عم قرني نجم ونجيب فلوسي، وما يهمش لي كونديسيون نتاعي، ما يهمش عمري، ما يهمش حتى المونطون قداش باش تدخل، المهم جست عمل روحك، جست بالحق عمل روحك بالقدرك، قادر تجيبها وقادر تعمل اي حاجه. دونك تعلمت كيفاش نجيب فلوس وقتها. ديما نحب من الاخر عندي الفاز اني نحب نخلق شانجمون، نحب نعمل تغيير، نحب نبدل في حاجه وقت نشوفها هي نيجاتيف، نشوف فيها اغلاط، نشوف فيها دي ديفو، نحب لو ماكسيموم بوسيبل من عندي حسب الفيزيون نتاعي، حسب ما اني را اني نبدل فيها ونخلق منها حاجه باهيه. وقتاش نشوفها هي باهيه؟ وقت نشوف الكوميونيتي، نشوف العباد، نشوف المجموعه، نشوف الجروب، يعني بلوتو البلوبار نتاع العباد
عجبتهم الحاجه هذيك اللي انا عملتها وقتها نعرف لينا قادنا في حاجه صحيحه. فهمت؟ ما يهمنيش في الاكسترن اللي ماهوش قاعد يعيش فيها المهم تعمل امباكت. فهمت؟ يعني كاحنا كنعرف ديزيليف في وسط الكوليج ولا في الليسي كان احنا مقتنعين في اللي قاعدين نعملوا فيه ومقتنعين باللي نعمل فيه انا والفيزيون بتاعي ونحكي له عبد الكستير اللي بارون ولا نعرفش الوزاره في حد ذاتها مش مقتنعه انا ما يهمنيش خاطر احنا نعيشوا في الحاجه هذيك مش هما قاعدين يعيشوا في الحاجه هذيك. بالضبط معقول الفيزيون نتاعك وقتها مي بعد في الليسي باه احنا حكينا شويه على القرايه تو الموضوع نتاع هذا الكل الحقيقه هو هو القرايه بالنسبه للقرايه انا من العباد اللي قبل وانا صغير في المدرسه كنت قراي برشا 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 ديما كيما قلت قرايه دار تيود وكل اللي كان تفكر روحي في الكاتريام اني كي عديت الكونكور جيت في دوزيام يعني دوزيام في الكونكور الحق نسيت المهم كنت القرايه حاجه مركز في القرايه مشيت ستيام اول ما جبت 14 انا مسان جبت 16 مينيموم 16 ديما 17 18 فهمت جبت 14 وقتها السمستر اللي من بعدها جبت ظهر لي 13 من بعد جبت 12 عرفت ماشي وانتيه وتيام جبت هل اي وتيام جبت تويت بعد جبت ديس بعد جبت تريز ولا كاتورز عرفت متاع قلبت الحكايه كيف تعرف شنو نفهم بها هذيك نفهم بها التلميذ ماهوش انفريسي برشا بالقراءه خاطر كي يحب يجيب معدل باهي نجم يجيب مي وقت اللي جاب معدل خايب هو ما يجيبها وقت نحب نجيبها تو نجيبها على خاطر نفكر وقتها نفكر المدير وقتها مراد الماجري ربي يخليه بالحق نحبه على الاخر كنا معطلين برشا عرفت في القرايه في الكوليج نتاع نعدوا له شهر ما يقرا حتى حد تحطوا العصا في العين ما يقرا حتى حد في الكوليج الحق كان يقف معانا ويجي ينصحنا وسايب علينا الاولاد راهو اول حاجه نضر انا باش نضروا انتم ما عندكم توصلوا في الحاجه هذيك كذا كذا اعمل هكا قد كي اقرا لروحك كان عقلاني معناها الرياكسيون نتاعو ما كانش نطردك ولا غبت نعطيك 15 يوم كان متفاهم وعرفت ما يجيكش شكل عبد متسلط نتاع يحكي معاك من فوق لفوق كمدير لا يحكي معاك كعبد عاقل يعني عاقل في المخ نتاع هو الصحيح وهو الغلط تحب تختار الصحيح هو الصحيح تحب تمشي في الغلط اللي انت قاعد تعمل فيه فازي امشي في الغلط اللي انت قاعد تعمل فيه فهمت دونك كيك صارت الحكايه كيف كيف في مانيك وين طايح ظهر لي 9 بعد 11 حاجه المهم انا ساعه اون جينيرال عمري بالعمر ما نجحت موين نتاع العام كامل تحت 10-0 عمري ديما ننجح بحقي يعمل علي حتى انسان مزيا يعني يموري كل مريقله في القرايه كيما قلت تحب تقرا تقرا تحب يموري مريقله ما نتلاش اني بروف شي كالفازه نتاع الاسعاف يكبروا في الكونسي والكل عمري ما تلازيت اني تصير الفازه كيما هكاك بون بلي خلينا نحكي حتى على الاكسبيريونس نتاعي كنت بريس كيفك معناها في حكايه القرايه معناها في مدرسه قراي وبعد بديت برسمي نحس اني ما عادش انتريسي برشا بالقرايه وباللي ماتير وتولي ساعات فما ماتيريات ما تدخل لهمش فما ماتيريات ما تحبش تجيب فيهم دونك تدخل تعدي وما تكتب حتى شيء بلا على ذكر الحاجات اللي ما تحبهم مش تحبش تدخل تقراهم في الكاتريام اني كنت الاول في الفرنسي في الكاتريامات الكل دوزيام بلوتو ثانية يا ثانية الاول المهم كنت حاجة بها سافا في الفرنسي قارني واكثر حاجة نحبها هي الفرنسي اكثر حاجة نحبها قارني بروف سانكيام اني دعني بذكر الاسامي كان ديما يضرب يدخل الكلاس يضربنا يسبنا كلام زايد بالحق ضرب بالحق ضرب خايب على الاخر للي وليد ما عادش حاب نمشي نقرا عنده تفهمت انا وامي معناها امي ما عادش حاب نقرا عند الانسان هذاك سي ما عندي عام كامل ما ندخلش نقرا جمله توقع بيت تكرر هيك شي ماتير دونك كرهت الفرنسي فرنسي ماتير ومشيت على روح فهمت بعد جيت للستيم انا ستيم كنت كي نجيب 19.75 في المات ولي نبكي ما نحملش يعني نجيب 19.75 في المات تحب 20 المات حاجه مقدسه نحب 20 نحب كان 20 نحب كان الاول معناها في الاكسوا في المات ولا في الفيزيك ولا في السيونس حاجات سونتيفيك بالحق نحبهم على الاخر ولاقي فيهم راحتي ولاقي فيهم جوي وكل بعد في الوتماني يقارني بروف كرهني في المات جبت في عنده في اول دوفار 12.75 بعد جبت 7 حتى بعد من وقت على فكره من وقتها جبت 7 حتىكش الباك ما طلعتش فوق 7 من وقت نفس الحكاية مع الفرنسي الفرنسي في الكاتريام كنت أجي في الفان من بعد فوق 10 ما طلعتش معناها حتى كش وصلت الباكس ده كيف كيف فهمت من بعد شوف نحن الفرنسي نحن المات قاعد السيونس والفيزيك والتكنيك بشنو مهتم شنو مجي سيونس فيزيك تكنيك تطلع الساعة الليسي تولي تخمم في التوجيه شنو مش تمشي دوزيام طلعت الليسي يا أخوي الغالي
كل شيء ولا بالفرنسي اما كان العربيه والجغرافيا والتاريخ والمدنيه والاسلاميه هكا هاو بالعربيه التكنيك فرنسي الكوفيسيون تاعهم قويه الكل فرنسي كل شيء فرنسي جيب ربي التكنيك فيه لي موكلي معناها ما تسحقش انك تفهم برشا فرنسي وتحكي برشا فرنسي باش تقدم معناها لي موكلي ومريق هذاك جاوب به الفيزيك والسيونس اللي كيف كيف كنت لازمني 18 19 ما فيهاش ما عادش نفهمهم جامد ما عادش نجم والحكايه لي عقده قعدت لي صغير يعني كان صغير قعدت نحب الفرنسي راني جاوب به في الفرنسي اليوم نعطي اكزامبل شو ما نتاع حياتك كنت تبدل اي نعطي اكزامبل في سيزيام انا كي تعلمت الانجلي حبيته من وقت حببتني في البروف هذيك واللي قربني من بعد براتيكمون حببوني فيه زاد كيف كيف وانا تو اكثر حاجه نحب هي الانجلي اي اكثر من الفرنسي وعندك زهر ولا صار كان جيت تحب الفرنسي معناها تو في ما عندي نعم في صحيت في موندو في موندو ماشي كله انجلي معناها الفرنسي واحد من الناس نشوفه كوسيله تواصل ممكن وكتونسي تحكي فرنسي وانجلي وعربي حاجه مش نورمال نجم تكون سوبريور على برشا دول واللي اخرى واللي كمل يحكي الاخر مغادي المون واللي يحكي بالضبط واللي يحكي معاش ايطاليان واسبانيول ورشن عندنا من نتعلم ضوء السيستيم الحقيقه في تونس نتاع التعليم فيه الباهي وفيه الخايب لكن تبقى كل واحد شنو ينجم يعمل فما اللي ياخذ منه الباهي والخايب يخليه على جنب ما يركزش معاه فرد وقت يتعلم حاجات اخرين وفما فما اللي يحب يوازن بيناتهم خاطر فما عباد تحب تجيب معادلات باهيه وفرد وقت تحب تكون تعمل موسيقى تحب تعمل سبور دونك وقتها نتيحوا في البياج الاخر اللي هو السيستم ما يخليلكش الوقت انك تمارس حاجات اخرين كومبليتمون تو اجي نحكيوها معناها ريالمون انا كعبد نقرا في الليسي نقرا من 8 ل 5 ولا من 8 ل 6 سافوار باش نلقى بينتهم ساعه كروز معناها بالسيف عندي تودات لازم ريالمون هي مش 8 ل 5 ولا مش 8 ل 6 ريالمون هي من 6 ونص كان تسكن بعيد على الليسي حتى كان مش تروح للدار ديريكت بعد الليسي مش توصل للثمانية تاع الليل هذه باري توديت اللي لازمك تقراها على خاطر ولات توا انا حق جينيراسيون تاعي من ديك لما توا حسب ما يحكي لي الزلاف الموجودين ان توا الكونتوني اللي يعطيك البروف وست كلاس يعطيك 20% لازم تقرا يوتيوب باش تاخذ بالضبط 20% كل واحد ضمير وقتها معناها بحق خايبه على الاخر تو قاعد نسعى فيها من عندهم نسال فيهم ونقول لهم علاش تقرا برشا تيودات علاش انا قبلك قريت ما من السيتيام للتروازيام بلوتو للباك ما قريت حدا تيود قبل الباك تاع شهور بديت نقرا في الليسي خاطر ما استحقش قبل خاطر في الكلاس البروف يعطيك كونتينيو يعطيك شنو لازمك تقرا باش الكل شيء يعطيهولك تو ما عادش يعطيك حتى شيء يقول لك راه يحكي كلمتين و يبقى يبز عليك كما نقولوا احنا وبنروح على روحك عرفت انت تو ولا حاجه اساسيه باهي خلينا خاطر ضعنا شويه نرجعوا شويه للبريود الليسي وكيفاش الديماراج معناها الديماراج من العام البريمير اني باهي امور قرايه نحكي امور قرايه باهي اون في ديماراج البريمير نفكر كما يعبد وكان اسمع كنت كل حاجه تعود لي ديما تاع بريمير راهو اصعب عام اصعب الباكر واصعب اصعب عام في القرايه كل هما يبداو يحضروا فيك المجتمع والدار واصحابك ولاد عمك الكبار وعموماتك وخالاتك الدنيا الكل الناس كل يقولوا لك راك من تو لازمك تبدا تقرا الباك معناها لو الباك يبدا من عام البريمير في الليسي لا الحقيقه الاستاذ ليش في من عام البريمير معناها ليه علاش على خاطر الحق الفهم نتاعي ما عنديش كون في عائله امي قرا حتى حد معناها هذا اللي اكثر واحده قرات هي امي وسط الزماني قبل معناها تاع الوحيد اللي قرات هي تختلف وعائله بابا نتاع عندي كان بنت عمي كها وصلوا معناها قراوا كل يعني ابار هذاك ما عنديش مونتاليتي نتاع قرايه انك كنت وحدك كادر مام الاخر كنت تضر معناها تفرع في الدنيا وحدك حاسب الناس عند العباد وكل دونك كما قلت البريمير هناك كانوا يقولوا لي صعيبه وعلاش صعيبه خاطر بالحق تفكر كنا سته كلاسات خمسه كلاسات بريمير هنا المهم كنا نمبر معين نتاع كل كلاس تلقى فيه سته ثمانية معودين العام ثلاثة سنين في البريمير هني عرفت ديما وكان في البريمير تقهش لا في الدوزيام لا في التروازيام الباك تلقى أقل منها في الباك المعودين عرفت تلقى بريمير معودين أكثر من الباك أي أي خطر ترانزيسيون والعبيد هذوكم هم أصحابي اللي خلتهم ديما فهمت أكوالة دخلتي معهم هما دونك بديت أبعد على القراية وقتها بديت نبعد كومبليتمون على القراية وقتها لا فري فاير مش وقتها معرفش دوزيام اني فري فاير وقتها 2017 دوزيام اني حاجه اخرى وقتها كان ثم الرمي
ديما الرامي نلعبوا رامي عرفت نمشيو جروب نتفكرها نتاع 35 واحد لا 31 واحد نتفكرهم بالواحد بالواحد معناها بنات ولاد كيك سوا نقعدوا نلعبوا شويه اونو كيك سوا نمشيو نقعدوا نلعبوا شويه رامي نيما ندخل البروف مع البروفيت في كلاس مسيو كالعاده قاعد نكسكلو اني خارج على روحي نضرب جمعه لبرا وما نقرا الجمله اول معين يجيني تسعة فازا هكي تسعة كليت شوك كليت شوك اي استلحق ما قلت ما عندي علاش قاري ما فديت والحبات القراية عملت برتكمون داري عملت 3 شهور وقتها ما ندخلش الليسي جملة حد يحضر قهوة وكهو وكانوا معايا كعبت في الجروب هذايا ببعضنا ديما ثم نقولوا سبعة ما يقراوا الجملة جملة البقية كيدخل يقرأ وكل كنت ننصح فيهم وقلهم يا وليدي ما تبعونيش راني أنا باش نعود لعمري ما نحبش نقرأ راني أنا حاجة أخرى أقرأ لروحك ما تبعنيش كذا الحق ثم اللي تبعني مشي أكمل أقرأ لروحه ثم اللي ما تبعنيش في الأخر من الجروب هذاك الكل نجحت كان أنا سلكت مرة أخرى كيفاش ديما حتى اللي قراوا ما نجحوش ما فهمتش كيفاش الفاز لقيت روحي نجحت كان أنا الحقيقة اللي نستنتجوا أنا ما نعرفك بحيرة هذا في الدنيا والكل الحكاية اللي نحترمها فيك إنه الايكيو متاعك عالي معناها مخك يخدم يقولوا هلي برشا من صغير معناها ذكي إنسان ذكي خلينا نقول وذكي ديما نرجع الموضوع لقراية الذكي مش معناها قرائي مش قرائي ذكي معناها تعرف تصرف فما برشا أنواع من الذكاء نشوف كيف ذكي سوسيالمون مع العبيد ذكي تعرف تتصرف مع العبيد تعرف تحكي مع العبيد دونك علاش في وقت علاش اصلا كملت تقريت معناها شنو اللي كنت تمثل لك القرايه وقت الحق حتى شيء الحق ما جوست على خاطر امي بابا كاهو نقرا لامي بابا نيش نقرا المستقبل وقت. دونك وقتها الاوبجيكتيف الباك نتصور انك تحب تخدم بابا جوست نقرا لامي بابا تقرا باش تنجح ما تخممش ما يهمنيش شنو موجود العام الجاي وشنو موجود اللي بعده وشنو ماتياريتي وشنو الاورونتاسيون دونك تقرا وكاهو ما يهمني في حتى شيء جوست اني قاعد نقرا قايد بريزونس براتيكمون وقتها نجحت بريمير وقتها وعندي الركبي وعندي اوبجيكتيف قلت لك حاجه في انترناسيونال في الركبي فهمت نتاع كان اوبجيكتيف نمشي نقرا في ليسي سبورتيف و هذه دوزيام تروزيام قريت دوزيام اني انفورماتيك نسيت علاش عملت انفو اصلا الله ينسي اكيد تتبع في اصحابك لا ولا كيف عرفتك قلت لك يقول لك حط الاول الثاني الثالث ما ركزتش فجاه حطيت الليتر خاطر نكره لي كو خاطر ما نفهمش نعرفوش حطيت الانفو خاطر بيس كان صغير ديما عندي البي سي فهمت المهم على ذاك الاورينتاسيون معناها باش تبعد شويه هاك ديريكت مور تروزيام في الديزاين ماني نتاعي يستناو منك انك باش تختار يا تكنيك يا تكمل انفو يا حاجه معينه عرفت من بعد عمرتها الورقه محاطه نتاع لوبسيون من بعد عمرتها خاطر في مخي يعني باش نمشي نقرا في ليسي سبورتيف ويس وقتها مزيك طلعت كيب ناسيونال في الركبي وعندي معناها سبور معناها سبور مخي في سبور نكمل كودوسكي سبور عندي وقتها كان ثم اوبجيكتيف في سبور ما كانش ثم اوبجيكتيف في القرايه فهمت دونك مشيت وقتها نتفكر قريت ظهر لي شهرين ولا شهر في سبورتيف في المنزه ومن بعد صار موضوع مع مانيش فاهم التوا نتاع خلاص من سبورتيف خليك ترجع لسي العادي لازم ترجع لسي نتاعك العادي رجعت بعد 3 شهور ولا شهرين قرايه على كم نقرا ريت رجعت مازلت الجمعه الجايه عادي هو لسانتيز الجمعه الجايه ما فيهاش وقتها رجعت لقيت روحي تكنيك انا كنت فوق ما نعرفش شكون حطني تكنيك كيفاش مشيت تكنيك هو نورمالمون ما تعمرش مشي ديريكت مع انفورماتيك فهمت لقيت روحي تكنيك معناها باك تكنيك كملت تكنيك فهمت وقالوا يدبر وقالوا لي باش تختار لوبسيون وقتها اسمع كل اللغه نتاع كل التحكي برشا نتاع القطيع نتاع اسمع نقرا اسبانيول لا المون اي تكنيك المون اقرا المون فيه ما نعرفش افيق ما قول لك تطلع لبرا بعد واسمع نسمع فيه والقطيع يتبع في الحاجه هذيك عرفت الشيبس نسميها انا يتبع عملت المون في الاخر لا وقت اللي ماشي ما عمرتش ماشي باش ندخل للقائم العام باش نكتب ونعطيه عرضني في راس ولد حومتي قال لي فاش تعمل هنا قلت له في راس راني باش نختار لوبسيون وكل قال لي ننصحك اختار ديسان هو معاود الباك 3 سنين لما حاله عنده خبره معناها ما عنده خبره بالكدا قال لي ننصحك اختار ديسان قلت له امريكي عندي في ثقه بالكدا هو تحومتي بنحبو على الاخر قلت له امريكي دونك كملت في الديسان وبويست اكثر من هذاك انا من صغير عندي مع البينتينغ ونرسم ونحب توسكي حاجه تاختيستيك عرفت دونك نحبها على الاخر دونك لقيت روحي تو لازم تكنيك وعندي اوبسيون ديسان
و ما نجي نقرا على روحي. دونك حطيت في شوما انت تو في شوما اي اللي انا اخترته صبر عليه خلينا نقول ولا ماكش تكمل كارير سبورتيف خلينا نقول وقتها مازلت وقت مازلت في ليكيب ناسيونال دونك مازال عندك امل انك تكمل في سبور اخر عام ديجا مازال عندك امل انك تكمل في سبور وقت باهي دونك وفات الحلم هذيك عام التروازيام اني تاع سبور ودخلنا عام الباك عند الباك اكيد خريت على روحك خذيت بعد الباك معناها اكسبيريونس الباك لازمها ايبيزود واحده اخرى عم نحكي عليها خطر طويل اي عبد عنده قصه كبيره في الباك معناها بالحق كان نصور برشا يقراوا في الليسي معناها يسمعوا ولا يتفرجوا كان تحبوا معناها اكسبيريونس عبيد في الباك تتعاون برشا تعرف عند الباك شنو كيفاش عديتها عديتها نسمع في قصص العبيد اللي عديوا باك الكل ما عديتش الريفز معناها ضيعت برشا وقت ما ريفزش فيه نتفرج ونسمع ونحب نعرف الحكايات الناس اللي عدت الباك ما نعرفش علاش لا عندي نصيحه صغيره باش نقول للعباد انا حكيت لكم بريمير دوزيام تروازيام وحتى الباك اللي ما قريتش ما ندخلش نقرا جمله باه قعدت تحطيت في هكا ما عرفش كونديسيون انه قداش من عام قريه قبل الباك ذا لي 16 سنه 15 فاز هكا قلت معناها انا السنين قريت هذيك الكل باش نجي توا في عام باش نخسرها ما تجيش دونك لازمني وقت مازالو 31 يوم 31 يوم على الدوفرات الباك الكبار 31 يوم معناها قبل بيريود ريفيزيون بشوي 31 يوم بالضبط نتفكرها وقتها غدوه رمضان ورمضان 30 بالضبط عرفت 31 يوم على اول دوفر باش نعديه قلت امي بابا تعبوا عليا برشا وقراوني وصرفوا عليا معناها شوف وقت تيديت تعبوا عليا قلت يا توا يا مش لازم يا توا يا مش لازم 30 يوم فاروق 30 يوم ما نعرفش ما نعرف حد شيء لا في المات لا في الفيزيك لا في التكنيك عندي فكره بالكدا البقيرني ما عندي حتى فكره داخل باك بالتكنيك 30 يوم نظمت روحي عملت دي سون دو طون تاعي عطيت كونفيونس في روحي امنت بروحي اللي انا نجم واللي انا قادر وباش نوصل لها راني قادر ما فيهاش وانا كما قلت انت عندك ذكاء برشا نخمم في ألف حاجه لازمني نجيب نوتك هذا نوتك هذا تعرف الحاجه بيها كيفاه وقت زاد نرجع على عمت الباك عمت الباك بالحق لازم ابيزود وحده بعد ما سمعت اكسبيرينس الناس كل كيف 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 تحطيت فيه معناها الباك مازالوا ثلاث جمعات ولا شهر فما الابليكاسيون اللي تحسب المويان واه اي اي تم السيد عديت كيف عديت بالحق عديت ممكن كل ساعه ولا كل ساعه ونص من كل نهار كل ما شويه تمشي تحسب تمشي مويان تحسب وتبدا تحسب قديش لازمك تجيب مينيموم في كل متير باش تنجح اي قبل كان نعمل كيك تلمو واحد معناها الوقت هذاك اللي ضيعته كان ريفيست بيه معناها راني جبت معادل مخي واحد توا سي بون نجح وفي جوست نكمل الميساج باش نوصلو باش نوصله لهم اي ديزولي قصيت عليك اي با تو بروبليم ما يهمش انك ما قريتش وما يهمش انك ما تعرفش وما يهمش انك ما تفهمش وما يهمش حتى شيء ما يهمش انه العباد الاخرين يقراوا اكثر منك وما يهمش انه قراوا تويتر اكثر منك وما يهمش انهم صار لهم كادر ما اكثر منك والله ما يهمش ريت السوفين تامن بروحك وتعطي ثقه وفي روحك خاصه انك راك قادر انا الباك نتاعي 50% كونفيونس 50% اي وهي قوتها واللي عدوا الباك ديجا اي عبد عدى باك يعرف انه السوفي كملت الفلسفه منها تحس انه الخوف تنحى برتي كبيره من الخوف تنحى معناها هي الكل مساله كيفاش انت تتعامل معها الحكايه ما تخافش منها ماهيش حاجه صعيبه ما مشغول بشكلك دونك نسلكوها الناس كل جود لك الناس كل تقرب لك ربي معاكم جست دقيقه كي انا في الباك نتاعي تعلمت كيفاش القسمه الاقليديه لا مش قسمه اقليديه ضرب في المقام تعلمته في الباك في 30 يوم هذوك والباقي قعدت نتعلم في 30 يوم هذوك يوم البازه نتاع القرايه نتاعي يعني فوق هذاك الكل في 30 يوم تعلمت كل شيء ونجحت برينسيبال والامور كلها سرها معنا ربي وقتها والامور كلها ريغله جست خاطر بالحق عملت جيستيون دو طون عملت جيستيون دو ستريس امنت بروحي وخدمت نجحت باهي كملنا الباك في وسط راه اللي يصير اني عملت ديز اكسبيريونس في في اسياتيف على فكره لا هذوكم باش نرجعوا لهم بعد خاطر الحقيقه هذه قلت لك المهم عندي القرايه خاصه في تونس احنا عشنا في سيستم ادوكاتيف غير اللي عاشوه اللي اكبر منا جينيراسيون اللي قبلنا واللي قاعدين يعيشوا في توزع وصحيت والا اللي قاعدين يعيشوا في توا مي المهم انه ديما اي جينيراسيون تقول لك راه السيستم خايب
دونك علاش السيستم ما تصلحش؟ دونك هذاك علاش نحب نركز برشا مع القرايه والحاجات نقراو فيهم. شوف كان باش نحكيو على السيستم علاش ما تصلحش. لا ما مش لقاو حلول لنا قاعدين ناخذوا في حكايه عشناها زوز اكسبيريونس عشناها زوز ويعيشوا فيها توا برشا عباد. دونك قاعدين نحكيو عليها خاطر نعطي مثال صغرون. اي تفضل خذ راحتك خويا. قد ايه عندنا توا؟ نعرفش بعد قداش تطلع الابيزود توا ظهر لي 30 دقيقة. اي نص ساعة عبدين. باهي يدبل باش يكون سيستم ديوكاتيف خايب واللي عشناه قبل خايب الكل. اي بروميس ونقعد. انه باش يتصلح. لا 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 ماله. نقعد كل واحد. مش كان في القراية نحكي جوست في كل شيء ما هو في البلاد كل شيء ما هو في تونس. نقعد that I will change everything I will change I will make a change. هو خاتيني يعني. نقعد بشيء أيوه بالحق. وباش نعمل مهما يكون باش نضحي جوست نبدل في الواقع اللي احنا قاعدين هو لازم كلامك مهم خاطر اول حاجه لازم ديما نبدلو في رواحنا هذيك اول تاعك لازم تبدل في روحك وبعد توا حاجه تتبدل حتى الانفيرومون تاعك تحسو يتبدل وحده معناها كيف تتبدل ولا ساعات تخلط العباد البوزيتيف وتبدل حاجه نيجاتيف ساعات المشكله هي من الانفيرومون بيدو صحيح وانت وين تحط روحك باهي نرجع توا لموضوعنا دونك قلنا القرايه مي زاد عندك اكسبيريونس اسوسياتيف باهي دونك الاكسبيريونس نتاعك ممكن اثرت على قرايتك دونك خلينا نشوفوها هي من شنو تكونت ومن وقتاش بدات زاد دونك من وقتاش بديت تدخل في المود والاسوسياتيف باهي اون فيت الفي اسوسياتيف بدات لي في مشكله صغرونه هي جي ستارت مشكله مع جروب مع اصحابي وكل بعدت عليهم ونفكر ثم نسميهم بالواحد ياسين ووائل وقاس ويسام وسامح وعاطف شرف كانوا يعملوا وقتها في الدانس وفي اسوسياتيف وتياتر وسينما وكل وكان تعجبني الموفمون تاعهم وقت اللي بعت على الجروب هذاك بعث لهم ميساج قلت لهم يا شباب نحب نجي معاكم نحب نكون معاكم في اللي قاعدين تعملوا فيه عرفت 2016 ولا 2015 حاجه هكا الحق قالوا مرحبا غدوه معاهم ظهر لي قالوا بعد يا غدوه فاز كي بالوقت عطيت بروبوزيسيون مرحبا بيك ايجا تفضل خويا بدت من وقتها نتاع يوريو فيا فما في الدنيا فما جمعيات فما حاجات فما ديزاكتيفيتي كولتور هما اكبر منك وقتها في العمر اي انا ديما انا خلتي ديما من صغير حتى توا ديما نخالط كان لي اكبر مني ما عرفش باش تكبر معاه ما عرفش جوست هكاك ما خاطر يعلمك فيقوك برشا حاجات بويسكم عندهم اكسبيريونس هما سابقينك معناها في في برشا حاجات دونك تبعتهم بدت بشوي بشوي من جمعيه دريم اللول بدينا نخدموا في ليزاكتيفيتي كولتوريل وبديت نتعلم اش معناها جمعيه اش معناها جمعيات اش معناها منتديات ملتقيات ومع الجمعيه هذيك بدينا دخلنا في جمعيه اخرى نفس جروب واللي جروب ماشي ويكبر عرفت في منطقه صغيره في جديده الجروب ماشي ويكبر وفرد حلمة لندفلوبي في رواحنا ننميو في ذاتنا نبدلوا من واقعنا نبدلوا من المجتمع متاعنا نبدلوا من التراث متاعنا نبدلوا في برشا حاجات دونك من جمعية لجمعية وبعديك أساسا الجمعية متاعنا وحدنا احنا شباب في بعضنا كبير فينا عمر 21 سنة ياسين وكلنا معنا صغار عملنا جمعية وحدنا وأسسناها وبدينا فيها والحق عملنا باكت كبير برشا سواء في المنطقة متاعنا في الولاية متاعنا حتى في تونس كامل جمعية شباب ومبدعون وقتها بالحق قدمنا خدمة مزيانة وبارالل موجود مع الحياة المدنية اللي هي كناس معك الأمور تاع الحقوق الواجبات أي حاجة موجودة في الناس مثلا ملتقى منتدى كذا في الأفريكا في المشتل في أي بلاصة حسوا نمشي في الليل تتحرك معنا نحب ناس مع نحب نشوف العباد شنو نحب نشوف شنو موجود لبرا نحب ناس مع راي العباد شنو موجود في بلدان أخرى شنو السيح من الغالط نحب نعرف ديما عندك الحب للاطلاع نحب نعرف كل شيء دونك تحركت في برشا جمعيات وقتها وكانت لي تعلمت سكيلز في بلوتو سكيلز هوبيز في السينما وفي الدانس في التياتر في كل حاجه تشوفها حتى في كرياسيون دو كونتينو حتى في الديزاين في اي حاجه عرفت اي دومين تحب تدخل فيه خشمك تحب نحب نعرف نحب نتعلم عرفت البازة تعلمتها وقتها في الجمعيات هذوكم كل مره في بلاس عرفت بديت نبازي في روحي بعد ولدت ونسميها شانجمون بالحق كبيره برشا في حياتي اللي هي 2019 نقرا في إزاد جندوبة خارج من كلاس على روحي واخترت نلقى هكا بوندرول تونيفيزيون باهي هذيك
هيك كانت لي نهار اللي بدت باش نبدا فيه شانجمون مش بدات باش نبدا فيه شانجمون. دخلت لو كلوب عديت اونترتيان كلاب الكل تا 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 حاسس الديتاي كل ما غير نحكيو فيهم. دخلت للكلوب دخلت للكلوب نزار الشعب ما دخلتش البرشا كلوبات اخرين لا كان لا ديجا في لي زيت غاديك ما فما كان توني فيزيون معناها فما ناقص ديجا في فما كان توني فيزيون وجات جوتي كها دونك قالوا نزار الشعري وميديا وماني فاهم حتى شيء الحق ماني فاهم حتى شيء اما قلت قبل ما ندخل قلت ايه شنو باش تزيدني الجمعيه هذه ديجا عندك اكسبيريونس معناها وانت كيفها كيف الجمعيات الاخرى وعمري ما سمعت بها. دخلت وحضرت في اول كونفرنس ناسيونال اللي تلموا فيها لي كلوب من لي كلوب من لي فاكولتي تاع 24 ريجيون تقابلنا في تي اف ام 5 وين تفكر روحي اول مره في حياتي وقتها لبس كوستيم دخلت في ساله نقى فيها 1200 ايتوديون مفرد عمار نتاعي انا من 24 ولايه ودي زيكرون وهكا ديكوراسيون حاجه جديده عليك حاجه جديده عليا ما عرضتكش قبل حاجه نشوفها في ممكن ما نشوفهاش ممكن نشوفها في التلفزه ولا في اليوتيوب حاجه باش ما يحسوش العباد اللي قاعدين يعملوا في بيبليسيتي للفونداسيون الحقيقه هاي انا نشجع اي عبد انه يدخل اي جمعيه ولا اي كلوب خاطر الحاجه اللي انا ما عشتهاش في الليسي مثلا اللي توا ندم عليها اني ما كنتش نتحرك ما كانتش موجوده اصلا في ليسياتنا وقت اللي كنا احنا موجودين ما كانش حاجات مي كانوا موجودين ممكن في الدار الشباب اي برا كيما انت مثلا حليتوا حاجه وحدكم في دار الشباب كانت موجوده انتم حليتوا حاجه دونك انا ما عشتهاش هذيك وتوا نادم عليها على الاخر دونك هذاك علاش نشجع اي عابد اقل من 18 خاصه انه يدخل برا نقولوا يشوف اي حاجه 18 سنه خلي يبدا في فيها سيتيف من وقت حلالي على الدنيا من اي عمر خويا حتى من الروضه المهم العباد تتحرك بالحق والحل لين العينين من الصغرى يعاون بعد في الديسيجن ميكينغ في الحاجات الاكبر حتى من تبدا من الاورينتاسيون تاع الليسي حتى الخدمه بعد الحلين مشروع اي حاجه مش تعرضك في حياتك راهي مش تعاونك السكيل هذيك نرجعوا سيريموني دونك شفت حاجه اللي حسيت فيها شانجمون قلت وقتها كل جمله كيف في قلبي ما ننساهاش قلت هذا تغيير اللي قاعد نعيش فيه معناها حاجه جديده عليا متغيره من هنا باش نبدا هكي جمله كيما هكا من هنا باش نبدا البلاصه هذه والخطوه هذه باش تكون لي خطوه في حياه جديده مستقبل جديد حاجه جديد اخرى قعدت في التلفزيون نحت في الكونفرنس في الكلوب كل بعد جات لوبورتونيتي باش نطلع بريزيدون دو كلوب بيزيد جندوبه حديت حلمه كبيره حلمه وقتها تفكر في تي اف ام 2020 نشوف في دي كلوب من بلوتو في دي ريجيون انا من تونس على فكره انا من تونس والجديده وما نقيت نقرا في جندوبه اون بليس كان من كلوب بيزيد جندوبه دونك نخمم كيف في ريجيون تاع جندوبه وقتها في اللي يعطيوه في التروفي ويعطيوه في هو كلاسمون للعباد اللي ما تعرفش نسمع نابل خلينا نفسروه الساعه هو الكونسيبت معناها هو كلاسمون تاع شكون اكثر كلوبات خدمت فما دي بريم تاع شكون عنده احسن انيسياتيف فما برشا حاجات دونك انت شفت اللي فما عباد قاعدين ياخذوا في دي بري في اخر العام جزاء لخدمتهم لي زيفور نتاعهم اما اللي غادتني وقت نلقى في ديليجون معينين الليجون اللي انا فاهمها هيش موجوده باه قلت واي علاش دونك هنا قاعدين نحكيو خلينا نقولوها معناها بالفرشه كما نقولوا فما تحس فما ديزيكيليبر بين الولايات اسمع وقتها نتفكر نابل تونس فاقس كاب باه دونك واللي هي حاجه عاديه معناها اي مش حكيت ولايات جوست هما اللي خدموا هما دوروا مش ولايات ولا حاجه اي هما كلوبات خدمت على رواح حلقات ريزولتا لكن انت شفت انه علاش هما زعما علاش هما نجموا يخدموا احنا علاش ما خدموش وعلاش انا مانيش كيفو باسم الريجيون تاعي دونك وقتها قلت اي ويل راني باش نجم باش نطلع سورسان باش ناخذ الحاجه هذيك باسم كلوبي دونك كان عندي اوبجيكتيف اللي يكون الكلوب تاعي في التوب 10 اول اوبجيكتيف هذاك باغمي التوب 10 ما يهمنيش العاشر التاسع ما يهمش خدمت الحق انا والكيب اللي معايا وامنا بعضنا عملنا حلمه كبيره تعبنا ضحينا اول كلاسمون طابت في جانفي وقتها توني فيزون از جندوبه توب 1 باهي دونك المهم في هذا الكل هو الريسبونسابيلتي اللي خديتها دونك نتصور معناها ملي بدينا ملي انت صغير قلت كنت تخدم في الصيف تنطر الفرانك وحدك دونك الريسبونسابيلتي هذيك عاونتك بعد كسوة في قرايتك في تعاملك مع عباد
ولا حتى نوصلوا هناك فيش انت خديت كلوب مثلا ماهوش اكتيف برشا ووصلتوا وصلتوا معناها الزيرو على تعرف على الزيرو خاطر وقتها نخدم في كلوب ما غير البريزيدون لابيرو انا كان في بيرهاش وخمسه مبروات ظروفكم خايبه على الاخر معناها حتى كي تشوف وقتها في الكلاسمون احنا وقتها 160 اكثر 160 فاك يمكن انا نجي برمي كستين لخانين عرفت اي في الحديد مش محسوبين جاء فوار بلوس عرفتك نفكر نمشي في الكونفرنس نقول له يقول يا انت ممبر في كلوب نقول له ولا يزيد جندوب يقول اخي في جندوب فما كلوبات اي وصلت ولا وصلت لدرجه كيكا وهذا هو علاش انت حطيته ممكن اوبجيكتيف بعد انك نعمل فالوريزاسيون البلاصه اللي انا فيها باش نظهر الاسم تاع البلاصه هذيك مهما يكون دونك جيت في الاولانيه توب 1 يزيد جندوب وقعت الحق ريت حد اخذ 3 شهور في القرايه الكلوبات اللي كنت فاكرها حبست كومبليتوم على الخدمه قعدت انا وكلوبي نخدموا لاخر نفس لاخر نهار في اخر كونفرنس اللي صارت في ديبي سبتمبر قعدت حتى انا في الصيف ماشي قرايه قعدت نخدم يوش تبقى اسم الكلوب نتاعي يخدم ويطلع اسم الريجيون هذيك تخلي شويه نوتوريتي في وسط الريجيون باش ما يطلعوش فوق منك ولا تطلعش حاجه وقتها براذيك قلت لك وقتها في جندوبة كان ثم كان كلوب لي زادو كلوب لافسيك وقتها كان كليني بيغو ناسيونال وحل اول كلوب في الهاي سكول اللي هو مونس مسلمي حل خميس الحاجري عرفت وخميس الحاجري حسيت بدات اللي سادت حل بدات تتحرك قلت انا كيف الحل في ليسيت او عند راهم او مسالم او تبرقه فهمت نحب الحل نقول لك حاجه مش اول شهرين ممكن بعد تقابلنا احنا في مارس كنت اسمع بيك في بالي انت من جندوبه ديجا اي برشا تتحرك برشا في الريجيون هذيك انا جو ساعتين هيت نعمل بلوس وين انا موجود فوالا ماهيش كسو خاطر احنا هذه بلادنا الكل مهما وين تكون وين ديجا خيبوني من نابل جوست قريت في نابل كهو معناها مي وين تتحط انت حاول حاصل البلاصه اللي انت فيها حاصل الانفيرمون اللي انت فيه ما هذه هي نتصور العبره من الحكايه هذه الكل مي شنو هي الدروس اللي خرجت بها شنو هي الفالور اجوتي كما يقول دونك انت عندك ديجا اكسبيريونس علاش تعاود في روحك يقول قايل معناها في الاكسبيريونس الجديده اللي عشتها في التلفزيون الحق باللي باش تحكي لك مش نجم نحكي اللي نعيش فيه من داخل انا اليوم تعلمت اكزامبل اخر حاجه نلقى روحي واقف قدام 1200 في سلام عبيه نعمل في موديغاسيون واللي هي اصلا صعيبه على اي عبد توا حتى يوصل عمره 40 سنه تلقاه ياخذ ديبوزيت كبار باركور مش نورمال انه يقف قدم حتى 100 عبد وحده يعطي سبيتش نتاع 3 مينوت ما نجمش يحكيهم انا لقيت روحي عمري 21 سنه في لي بوست اللي تعديت كمانجير ايفينمونسي العمليه ولا ككورديناتور ولا ككونسيي اللي نطلع سيغ سين قدام نومبر كبير نتاع عباد ونحكي من غير حتى تراك نعرف كيفاش نحكي نعرف كيفاش ننظم افكاري يعني نحكي سبونتانيمون ننظم في الافكار بالكدا دونك اليوم لقيت روحي اصلا في البابليك سبيكينغ مرتاح حتى في الكوميونيكاسيون مع العباد يعني حتى واحنا قاعدين في جروب مهما يكون جروب نعرفه يعني جدد جد معاهم في الجروب ولا قدم ولا كذا ولا اي كيب حاسين في تكنيك الكوميونيكاسيون وانت حتى تنجم تكومونيكي مع العباد هذوكم باللغه نتاعهم هما جيستيون ديكيب جيستيون ديكيب على خاطر تعلمتها هكاك سوا قبل في السبور في الركبي خاطر كنت انا معناها الكابيتان نتاع ليكيب بوندون 3 ans حاجه هكا وكيف كيف كبريزيدون دو كلوب وكيف كيف كمانجر ايفينمونسيال وكيف كيف ككورديناتور في الهاي سكول وكيف كيف لي كونسي دونك كل اكسبيريونس في وسطهم علمتني برشا حاجه سورتو كيفاش نكون ان ليدر كيفاش نعمل جيستيون ديكيب نتاعي كيفاش موتيفي ليكيب اللي معايا كيفاش نخليهم يمنوا بافكار يمنوا بحاجات ويوصلوا لوبجيكتيف البيرسونيل نتاعهم ولا لوبجيكتيف كومان نتاعنا يعني كيف سواء باش تخدم انت كعبد في ليكيب نتاعي انديفيدويل ولا هي صعيبه اي ولا هي صعيبه معناتها تحسها سهله والله عندي كيب تون موتيفين شويه الاولاد او عندنا هكا لازم نعمل هكا لازم نخدم مش ديما باش تلقى العبيد عندهم نفس تعلمت تعلمت اني في وسط الكيب كليدور لازمني نخمم في الديتاي نتاع الديتاي نتاع الديتاي نتاع كل حاجه كي سوا بالباهي ولا بالخايب حتى كيفاش نعمل انا لاكسيون شنو هما لي لاكسيون اللي نجم يصيروا في وسط الكيب ولا من عند العبد هذاك وفي الرياكسيون نتاعو لازمني ما نرجعش الرياكسيون لازمني نرجع اكسيون الاكسيون اللي باش تغير من الرياكسيون نتاعو ولا باش تغير من الفيزيون نتاعو نصائحك هذوما نصائحك باراشوتي هكاك تحسوا شويه في الفلسفه هكايا فيها اما اللي مش فاهم دونك خلينا نحطوها في الاطار احنا دونك نقولوا اعطينا 3 نصائح للعباد اللي يقراوا في ليسي واللي اول حاجه ساعه ما همش في حتى اسوسيسيون ولا كلوب
نتوقعوا انه ان شاء الله يطلعوا يسمعوا فينا عبيد. بالنسبه للناس اللي موجودين تويكا في الليسي موجود داخل في حتى اسوسياسيون، ننصحك تعطي من وقتك ومن طاقتك ومن اي حاجه للفي اسوسياتيف، على خاطر راهي باش تكون لك هي الشانجمون الكبيره في حياتك. ما غير ما نقول اكثر من قرايتك باش تكون لك شانجمون كبيره برشا في حياتك. انا نشوفهم مشيو اون باراليل، لازم القرايه ولازم عاد في اسوسياتيف، على خاطر اليوم راك باش توصل تخدم نهار اخر ولا باش تعمل بروجي ولا تدخل في اي دومين، راه ما غير في اسوسياتيف باش تعلمك السوفت سكيلز هذوكم، راه ما تنجمش تعمل حتى شيء. اوكي انت قريت، اوكي تعرف لي ديتاي، اوكي تعرف قرايه تيوريك من البراتيك، ما عندكش اي تيوريك ما ولا حتى براتيك، فهمت؟ كي باش تحط في وسط كيب ولا في وسط انتربريز ولا سوسيتي وانت ليدور فيها مناجير ولا سافوار الحاجه هذيك، لازم يكون عندك سكيلز معينين باش تنجم تجيري وتنجم تخدم وتنجم توصل وتنجم تعمل صحيح. حاجات سينو ما تنجم تعمل حتى شيء. صحيح. انا نعرف شنو الفيلوسوفي نتاعي في الحكايه دي كل انه الاسوسياتيف هو بلاي جراوند، تجرب فيه الحاجات اللي تحب تتعلمهم ولا الحاجات اللي تحب تقراها. فما برشا عباد قاعدين يقراو في الحاجه اللي يحبوا عليها، وانا بالرسمي نحييهم على الحكايه ذي معنا. وبالنسبه للعباد اللي ما همش يقراو في الحاجه اللي يحبوا عليها، الحقيقه اعملوا اللي تحبوا عليه. معناها توا رانا في وقت في تونس، توا مازلنا دخلنا في 23، ما تحس انه لي دومين الكل ماشيين ويضاعفوا، ماشيين ويوليوا معاش ريكزين، معاش فما شيء مضمون الساعة في تونس. دونك اعمل اللي تحب عليه، خطر وقتها تنجم تتصرف وحدك، وقتها تنجم تنتج وحدك. مش شيخ الحاجة اللي قاعد تعمل فيها راك باش تخدمها بمحبة، وحاجة مخدومة بالمحبة راك باش تخرج حاجة محلاها. احنا خدمين البودكاست هذا بمحبة، خويا 11 ونص تاع الليل توا ان شاء الله يخرج حاجة باهية. ان شاء الله. باهي، دونك نرجع. نصيحتك الثانية. ونحن قلنا ثلاثة نصائح للعبد اللي تقرا في الليسي اللي تسمع فينا تو. دونك عبد ما زالت الدنيا قدامه وما زالش يعيش، دونك من توا شنو تنصحه انه يعمل؟ اون فيت ليكسبيريونس راك في الاخر باش تعلم منها، كسوا عشت اكسبيريونس خايبه ولا باهيه، راك في الاخر باش تخرج بريزلتا، كسوا بوزيتيف ولا نيجاتيف، على خاطر هذوكم باش تبني عليهم حاجات من بعد، خاطر نيجاتيف ما عادش باش تعاودوا والبوزيتيف باش تكمل فيه. يعني اللي ننصحكم توا به عيش الاكسبيريونس كيف ما هي، اما في الاخر باش تكون عندك ريزلتا. حاجه اخرى، كي باش تحط اوبجيكتيف مهما يكون بعيد، مهما يكون انك تكون حتى نقول باش نوصل ملياردير، مهما يكون تقول باش تكون اقوى انتربرونور ولا اكبر انتربرونور في العالم، باش تكون اقوى فنان في العالم، مهما تكون بعيده، جوست كيما قلت قبيله، امن بروحك واخدم وتعب وانت تخدم، وضحي بالوقت هذاك وديفلوبي في روحك ونمي من ذاتك ومن قدراتك ومن السكيلز اللي عندك في الاخر راك باش توصل. حتى كي ما وصلتش للحاجه هذيك اكزاكتومون كيف ما هي، راك باش تلقى انك حققت 60 70 80% من اللي حبيت توصل له. اون فيت في الاخر راك باش توصل، على خاطر تعرفها كل ثم مثل نتاع من زرع، عرفت كتزرع حاجه راك باش تلقاها في الاخر، معناها فهمت اللي هي انا مثلها اي هذيك نتاع في الاخر كي باش تتعب مهما تكون التعب نتاعك، مهما يكون التعب نتاعك، مهما تكون حتى انت ماك ساتيسفي بيه، جوست انت تعبت، راك في الاخر تلقى ريزولتا باللي باش يكون تلقى ريزولتا. كشوف في القرايه في الخدمه في الاسوسياتيف، اي حاجه تعمل في الدنيا هذي اي اوبجيكتيف راك باش تخدم له باش تلقى ريزولتا. بون لوجيك صحيح كلامك بحير، يعطيك الصحه بحيره على الكلام المشجع هذا. بون حكينا برشا توا قريب الساعه، حبوهاش تكون طويله اول ابيزود، الحقيقه طولت، توقعنا تكون ما بين الحق بين انا كان عطيتني نكمل معاهم 6 سوايع معناها. والله شو تحب نختموا سيري مع بعضنا اخرى ونقلبوها حاجه اخرى، ما عندي حتى مشكل راه مي زاد نعاود ذاك الكونتوني هذا، معناها تنجم تكونسومي وانت قاعد تعمل في اي حاجه اخرى، قاعد تقرا ولا تخدم ولا تطيب ولا تلعب وتعمل في اي حاجه، تنجم تفرج فيها على اليوتيوب على الفيسبوك. بون تابعونا زاد على يوتيوب وعلى فيسبوك وعلى انستغرام، نجموا تسمعها على سبوتيفاي وعلى ساوند كلاود ولا على جوجل بودكاست كان فيكم حد يستعملوا. ميرسي بحيره، ميرسي بوكو. شنو كلمة الختام الكره عندك تبعها؟ ميرسي بوكو فاروق على الحاج على الانفيتاسيون، ميرسي بوكو على البودكاست اللي قاعد تعمل فيه، على دير الميزان اللي قاعد تعمل فيها، بالحق فيها على الاخر باللي قاعد يصير توا احنا كدي جون في كيكسوف تيليفيزيون فونديشن ولا حتى اور،
الحاجه اللي قاعدين نعمل فيها حاجه مزينه على الاخر. ننصح كل عبد اسمعني ولا حتى ما سمعش نحكينا يرجع. نشكر الناس الكل اللي كملوه بودكاست. نشكركم على الاخر على الاخر, وعندكم مستقبل قوي على الاخر. الناس اللي عرفت عندهم يقولوا في ربيعهم خاطر قعدوا انتريسي بالحاجه هذيك اللي بالحق باش عارفين فما كونتوني اي فالور اجوتي موجوده بالبودكاست هذايا. دونك ميرسي ليك انت فاروق على الانيماسيون اللي عملناها, وان شاء الله ربي معاك بالتوفيق في البودكاست الجايين مع ليزافيتيش. هذه اول خطوه اخويا حطيناها معاك انت, ان شاء الله تكون موفقه, ان شاء الله تكون حاجه محلاها, وان شاء الله تعاودوا نرجعوا مره اخرى نحكيوا على مواضيع اخرى. نحكيوا على السبور مثلا, كان فما شكون انتريسي بالسبور, نحكيوا على القرايه مره اخرى, اي دومين اي اكسبيرينس عشتها. بالتوفيق في الشومان نتاعك هذا, وان شاء الله نتقابلوا مره اخرى. ميرسي بوكو عايش. ميرسي انتوما زاد, ان شاء الله نشوفكم في الابيزود الجايه. نورمالمون مش تكون الجمعه الجايه في نفس الوقت في نفس النهار, دونك تابعونا, خليكم منتظرين الضيف الجاي اللي زاد مش حكي لنا حكايه. اي شحكي لنا حكايه كيما اللي شفناها اليوم. يلا باي باي. ميرسي باي.